من أوائل الذين أسلموا وآخر المهاجرات وفاة، فهي من روايات الحديث، صحابية جمعت الخير من منابعه واجتمعت لها ركائز المجد والعزة، فهي أخت أم المؤمنين، بنت صحابي وزوجة صحابي وأم صحابي، ضرب بها المثل في القوة والشجاعة، عاشت كريمة سخية راضية محتسبة، فهي قدوة في تحمل المسؤولية ورعاية الأسرة والثبات أمام الباطل والتضحية في سبيل الحق. لنا رواية مع بطلة الهجرة حافظة سر الرسول أسماء بنت أبي بكر ذات النطاقين. هي أسماء بنت أبي بكر، واحدة من أشهر الصحابيات في تاريخ الإسلام. ولدت قبل الهجرة بحوالي 23 سنة، وكان لها الكثير من الخصال والمواقف الكريمة كتب الله لها طيلة العمر. كيف كانت نشأة السيدة أسماء بنت أبي بكر التي جعلت فيها هذه الصفات الكريمة كاتمة لسر الهجرة وأيضا ذات النطاقين؟ النشأة التربوية بتبقى مهمة جدا في المراحل دي، ودي اللي شكلت شخصية أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها. كان تربيتها على الشجاعة والأقدام والصبر والدهاء والذكاء والفكر أثر في حياتها بعد كده. لا شك إن السيدة أسماء بنت أبي بكر تربت في بيت أبيها، فتعلمت الصدق وتعلمت العطاء وتعلمت كتمان السر وتعلمت كيف تكون قائدة لسلاح الإمداد والتموين في أهم حادثة في تاريخ الإسلام والمسلمين. نعم. حيث كانت السيدة أسماء صاحبة فضل وعطاء، وأتى النبي صلى الله عليه وسلم لسيدنا أبا بكر في وقت الظهيرة، وقت القيلولة، وما تعود النبي صلى الله عليه وسلم أن يذهب لسيدنا أبي بكر في هذا التوقيت. نعم. فدخل فوجد السيدة عائشة والسيدة أسماء بنت سيدنا أبي بكر الصديق وسيدنا عبد الله بن أبي بكر، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا أبا بكر الصديق بأنه سيكون صاحبه ورفيقه في الهجرة. هذا الأمر عرفته السيدة أسماء رضي الله عنها وأرضاه، وكتمت هذا السر عن قريش في وقت كان من أشد اللحظات على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أمر الدعوة الإسلامية. نعم. سيدنا النبي عين لكل مكان قائد في هذه الرحلة العظيمة. نعم. فكانت قيادة سلاح الإمداد والتموين في مع الهجرة سيدتنا أسماء. نعم، مع السيدة أسماء بنت أبي بكر، وأسماء تذهب بالطعام لسيدنا رسول الله. نعم. صلى الله عليه وسلم ولأبيها، لدرجة أنها كانت يعني عندما أرادت أن تحمل الطعام ما وجدت شيئا تحمله، فشقت نطاقها نصفين، نصف تحمل فيه الطعام ونصف تستتر به، وذهبت به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فسميت بذلك ذات النطاقين، حتى لقب ابنها سيدنا عبد الله ابن الزبير ابن العوام، لقب بعد ذلك بابن ذات النطاقين، ابن ذات نسبة النطاقين إلى والدته. يعني نسب لأمه في هذه الصفة. نعم، نسب لأمه في العطاء. نعم. ولها أيضا في موقف الهجرة يعني مكانة كبيرة، حينما أتى إليها جدها أبي قحافة. نعم. يسأل السيدة أسماء عن أبيها وعما تركه لهم، هل أخذ كل المال ووضعه لمحمد صلى الله عليه وسلم، ولم يكن جدها قد دخل في الإسلام بعد. فقالت السيدة أسماء وجدها كان كفيف البصر، كان كفيف. فماذا فعلت السيدة أسماء؟ ذهبت إلى داخل البيت ووضعت يعني مجموعة من الحجارة عشان تدافع عن منظر والدها إن هو سابهم ومشي، فخبت الحاجة وخلته يتلمسها لأنه كان كفيف، فخبت مجموعة من الأحجار ودارتها بغطاء علشان يتلمسها، وقالت والدنا سايب لنا خير كتير علشان صورة الأب تفضل كبيرة. لم تتزوج أسماء إلا قبيل الهجرة من رجل عظيم في الإسلام. عاشت رضي الله عنها حياة خشنة بعد زواجها من سيدنا الزبير بن العوام، إذ كان فقيراً لا يملك غير فرسه، وكان في طبعه شدة، وكان يغار عليها. ننتقل من الفتاة أسماء بنت أبي بكر إلى السيدة هنا، تحملت الصعاب بعد الزواج من الزبير بن العوام، وأيضاً تحملت الكثير في تربية الابن، لكن مع الزوج كان هناك دور كبير ومهم في تحمل مشقة الحياة وأيضاً الصعوبات في البداية. تزوجت سيدنا الزبير بن العوام وكان فقيراً في مكة، وعندما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة المنورة اقتطع له قطعة أرض حتى يتكسب منها ويزرع ويقدر يكون عنده دخل. لم يكن معه سوى الفرس. نعم، كان معه الفرس، وكانت السيدة أسماء تقوم بخدمة الفرس
زي ما احنا بنقول النهاردة هي الدبة، وكانت تطحن النوى بنفسها وتحمل النوى والعلف على رأسها وتذهب إلى أرض سيدنا الزبير التي أقطعها إياه سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. حملت الكثير رغم أنها كانت من بيت غنى وعز. بالفعل، ويعني حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم قابلها ذات يوم وهي تحمل العلف لدواب سيدنا الزبير بن العوام، فأحب النبي صلى الله عليه وسلم أن يخفف عنها ويحملها على الدابة، لكنها رفضت لأنها تعرف أن سيدنا الزبير كان يغير عليها غيرة شديدة. خرجت أسماء من مكة إلى المدينة مهاجرة وهي حامل بعبد الله بن الزبير، فكان أول مولود للمسلمين في المدينة. تزوجت من الزبير وعاشت فترة قاسية في بداية الأمر، ثم انتقلت إلى المدينة وأنجبت عبد الله بن الزبير. حينما هاجرت من مكة إلى المدينة بعد النبي صلى الله عليه وسلم كانت حاملاً في سيدنا عبد الله بن الزبير. نعم. وحينما وصلت المدينة ولد سيدنا عبد الله بن الزبير. كان أول مولود للمسلمين بالمدينة. بالفعل هو أول مولود، ولعل لهذه الحادثة موقف غريب أن اليهود قد أشاعوا أنهم قد سحروا نساء المسلمين. نعم. فما يبقى مولود إلا ويموت بعد لحظات من ولادته، ورزقت بأول مولود للمسلمين بالمدينة. نعم، أول مولود جميل إن هو سيدنا عبد الله بن الزبير. وسيدنا عبد الله بن الزبير لازم النبي صلى الله عليه وسلم زي أبوه، وروى كثير من الأحاديث، وكان صحابي جميل من العبادلة الأربعة. نعم، من العبادلة الأربعة، وكان مقرب قوي، وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان يحبه كثيرا لحبه للزبير ولحبه لأسماء بنت حبيبه اللي هو سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه. أيضا كان لها دور كبير في زرع الشجاعة والقوة والفروسية والعلم في حياة ابنها عبد الله بن الزبير. طيب، لا شك ان دور الأم مدرسة زي ما احنا بنقوله ببساطة شديدة، فالسيدة أسماء كانت مدرسة قبل أن تتزوج الزبير بن العوام، ومدرسة في الصبر والتحمل بعدما تزوجت الزبير بن العوام، ومدرسة عندما أنجبت ابنها عبد الله بن الزبير بن العوام. أصرت على تربية ولادها على الرياضة وعلى الفروسية وعلى الشجاعة وعلى حفظ القرآن وتعلم الدين والسعي للتعلم، وده اللي احنا بنناشد بيه دلوقتي الأمهات وشباب اليومين دول، وبنقول لازم نحرص على دول. صحيح. على الرياضة وعلى التعلم. كانت أسماء مدرسة تربوية ربت ابنها على الإقدام والفروسية والفقه والعلم. كيف زرعت في ابنها عبد الله بن الزبير الكثير من الصفات، منها الشجاعة والقوة، وأيضا الكثير من صفات العلم. حرصها على أنها تعلمه الرياضة، تعلمه الفروسية، دي أم تعلمه على أنه يسعى علشان يتعلم ويسمع ويردد، وكمان بتساعده على عملية التعلم، وده برضو اللي احنا بنقول بيه. أنا ما يكفيش أبداً أن أنا مجرد أودي ابني مدرسة واسيبه بقى يواجه حياته، ده لازم المتابعة. هي ربته أولاً على الفروسية وعلى ركوب الخيل وعلى تعلم العسكرية، كذلك ربته في أحضان علماء مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، حيث الحديث النبوي الشريف، حيث العلماء، حيث الفقهاء. كانت مدرسة في تحمل المسؤولية مع زوجها، وأيضاً مدرسة في تعليم ابنها الكثير من الصفات، منها الفروسية والقوة، وأيضاً البحث عن الحق والعلم. تكوين شخصية سيدنا عبد الله بن الزبير جمعت حاجات كتيرة قوي غرستها السيدة أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه. فصار هذا الولد وهذا الفتى عالماً ومحدثاً، وصار كذلك فارساً، وصار عسكرياً ناجحاً سيدنا عبد الله بن الزبير رضي الله عنه. العبادلة الأربعة. لماذا أخذت ابنها عبد الله بن الزبير إلى علماء الصحابة ووضعته في مدرسة النبوة؟ نعم، كانت حريصة على أن ينهل ابنها من علم سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن علم الصحابة علشان ينشأ، لأن أول رسالة نزلت على سيدنا النبي كانت اقرأ، فكانت حريصة كل الحرص أن ابنها يكون من أهل العلم ومن رواة الأحاديث. وهي أيضاً راوية للحديث. نعم. هي روت ما يقارب من 58 حديثاً عن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. عاشت السيدة أسماء بنت أبي بكر عمراً طويلاً تحملت فيه أحداث جسام بعد مقتل ابنها عبد الله بن الزبير، وتوفيت في العام 73 من الهجرة، لترحل من كانت قدوة للرجال والنساء على مر الزمان.